اليوم غادي نوريكم واحد لا كوافوز سبيسيال. انا درتها بحال الشكل اللي كيكون في الحمام، ولكن انا بغيتها في بيت النعاس. علاش؟ باش نربح لي سباس، يعني ما يكونش عندي كثرت الموبل في بيت النعاس. لهذا انا استغليت هذه المرايه، كما كتشوفوا المرايه اللي كانت عندي معلقه، وكنت دايره حداها ديك يعني هكا السوبور ديال الخشب، هذيك انوليتها، يعني غادي ندير بها حاجه اخرى. لهذا هذه ديتها للنجار كما كتشوفوا. نتمنى تكون واضحه لكم مزيان. هذه ديتها للنجار وصاوب ليا هذا الكادر كما كتشوفوا، كله خشب. هذا بحال دي زيتاجير غادي نوضع فيهم الاشياء، يعني المستلزمات ديالي. دابا اول حاجه غادي نديرها هو انني غادي نسد له داك الظهر بالكرتون. وانا قلبته على وجهه باش غادي نسد له هاد لابارتي بالكرتون، ولكن قبل الكرتون غادي نغلفه بواحد البابي. نشوف القياس اللي عندي من هاد القنت هذا هنا تقريبا 80، غادي نوضعو هنا 80. ناخذ القياس ديال هاد الجزء هذا من عاوتاني تقريبا 60. هنا ناخذ القياس ديال هاد الجهة هادي، هادي 60، يعني غادي نوضع خط من هنا على قياس 60، يعني عندي فيها 80 على 60. غادي نقطع سوا بالمقص سوا بالكوتور اللي موجود عندي انا دابا، ما عارف ليه مقلب على الكوتور. هذا غادي نقطع بعد ما قطعت الكرتون وجاف القياس اللي انا بغيتو. غادي ناخذ دابا عندي جوج اختيارات، بغيت نخليه في هذا اللون غادي نخليه، بغيت نغلفه غادي نغلفه. دابا الطابي كادو كيف كتشوفوا هذا راه موجود في ايكيا، ولا ايكيا يقولوا لها المغرب. غادي نحاول يعني نلبس هنايا هذا هذا الكرتون، لانه باش معايا بزاف الساق ديالو، بما انه كيتكمش حيت رقيق فاش غنديرو الا درت اللصاق ديال الخشب. لهذا غادي نسخ الفيستول يعني المسدس، وغادي ندير في الجنبات وغادي نجبدو مزيان. غادي نوضع اللصاق بهاد الطريقة هادي غير في الجنبات، الجنب صافي. ونبدا نحط هادا لان منخليش نلصقو مزيان. كمل عاد ندفع على السوق. من بعد ما لصقت الورق كما كتشوفوا، غادي ناخذ المقص وغادي نقطع هاد الجوانب هادو. ما كملت هذا الداخل ديال لاكوافوز ولا الغونجمون ولا سميوها كما بغيتو. شوفوا انا غادي نبدا في الصباغه، يعني لاكوش الاولاني يعني غادي ندير هذا ونخليها تنشف حتى لغد ليه ان شاء الله. عاد غادي ندير يعني الفينيسيون يعني لاكوش الثانيه. بعد ما صبغتها كما كتشوفوا بلاكوش الاولانيه، وانا خديت هذا الكوكياج هذا الا كنت جمعته من البحر شحال هذه. لهذا انا غادي نزوق به هنايا، ولكن يعني عاد غادي ندير غادي نزوق به هنايا قبل ما نزيد يعني الطبقه الثانيه من الصباغه. غادي ناخذ الفستوني نديرو في هذه القنيتات هادو، من بعد طافي الملاكان ديالها
عليها مزيان، نحيد الكولا من الجناب باش ما تضيعليش المنظر. صافي نمشي بنفس الطريقه حتى نكولي كل شيء. باش نوصل لهاد البلاصه هادي المكان هذا نضرب حساب يعني هادي الشده اللي غنشدو منها هذا الباب، نخلي بلاصتها هانتوما. دوك نبدا نصبغ، نكثر صباغ بالنسبه لهاد الكوكياج لانه خصو يتغطى ليا. من بعد كنحاول نوزع يعني الصباغ. انا راه ما وضعتش السكوتش هنايا اللي عنده باش يحمي المرايا، ولكن بما انها الصباغه دي مائيه غادي تمسح، لهذا داكشي علاش ما درتش اللصاق. اللي بغى يدير السكوتش على هاد الجنبات باش يحميهم من الاحسن. بعد ما كملت هاد الصباغه يعني في الواجهه، غادي ناخذ الشيته ونحاول نصبغ. انا رفعت هذا شويه الزيتو باش نقدر نصبغ هاد الجناب هذا. من بعد غادي نخليه ينشف. كيما كتشوفوا انا صبغت هاد الجناب هادو، هاد الدخل هذا من هنا جهه الباب ما صبغتوش لان غادي نغلفو ان شاء الله بالبوبي. دابا غنخليه ينشف، من بعد غادي ندوز لمرحله اخرى. وصلت مرحلة ديال التنظيف، يعني انا بديت كنظف وجدني هاد الفكره هادي بالنسبه يعني لهاد الجنابات باش ما نقيسهمش. غتاخذوا شي مسطره وغادي تحاولوا تجيبوها مع الجنب، تحاولوا تقشروا بهذه الطريقه هادي. داك الجنب مشى غير بشويه، نبدا تقلبوا المسطره بشوف هاد الطريقه يسهل عليكم التنظيف بالنسبه اللي ما استعملش يعني السكوتش. انا ما كانش موجود عندي لهذا ما درتوش. صافي على الاقل باش ما تقيسوش هاد الجناب هادو اللي ما بغيناهمش يتخاصو، وكنضف شويه حتى كنكمل. بالنسبه للتغليف ديال هاد الداخل هذا، نفس يعني نفس الورق نفس البابي اللي غادي نستخدم. هو غادي ناخذ القياسات نقطع الورق على القياس اللي عندي. بعد ما قطعت الورق اللي كتشوفوا كنقلبها على هذا الوجه هذا باش يسهل لي نلصقها لانها صعيبه شويه. بالنسبه لهذه الاسفنجه هذه راه كاينه كتباع يعني، ولكن ما لقيتهاش انايا في المغرب لهذا صوبتها. يعني غير خديت الطرف ديال البونش وثقبت هذا بالعافيه ودرت يعني اللصاق وخشيت هذه، لان هادو ما موجودينش عندنا هنايا. نوضع اللصاق بهذه الطريقه هنا، مي ضروري شويه البريكولاج الا بغينا نخدمو. كتشوفوا من بعد ما غلفنا هذا يعني الباب، دابا غادي ندوزو لهاد لي زيطاجير هادو. يعني غادي ندير لهم نفس الشيء، يعني البابي غادي يجي من هنا حتى لهنا. باش نكسب الوقت كما كتشوفوا خديت هذا روح ليتو وطويتو على جوج، يعني على قياس 21 هذا الشكل هذا، خديت 21 وطويتو. دابا غادي نقطع باش ما غادي نكسب شويه الوقت. بالنسبه لهاد الطرف السفلي غادي نجيو ونوضعو سنتيم هكا تقريبا 9.5. بالنسبه لهذا الظهر ديالو يعني غادي نحاول نثبتو بالغرافوس، كنثبت الفوق هو الاول بعد يدوز الجوانب.
شي صلاح ليا نعلقها. غادي ندير تقابي هنا وهنا بالشنيور، عاد ناخذ العبار في الحيط. المطرسينا يعني البلاصه فين غادي نعلقوها، اول حاجه قبل ما تقبو ديريكت بالشنيول، بالنسبه اللي ما كيقدروش يستعملوه غتاخذوا شي طنوفيس قديم ولا مسمار، وغادي تمشيو للعلامه فين هذا فين وضعتوها، يعني ديروا البلاصه على المون مزيان. باش يسهل عليكم تقبو بالشنيول، كيف كتشوفوا هذا ما كيكونش عنده رويصات، هذا خاص بالخشب. بالنسبه لهادو اللي يعني خاصين بالحيط، ها هما كتشوفوا عندهم بحال واحد الراس هكا، يعني راه كاين فرق بيناتهم. كما كتشوفوا انا علقتها في هذا المكان هذا، يعني هذا المكان ما يصلح ليش ندير فيه هنايا كوفوز خارجه، ما بغيتش تضيق لي البيت. عوض ما تكون عندي المرايه وعاد نقلب ندير لها لاكوافوز، درتها جوج في واحد باش نتهنى. دابا غنوريهاكم من الداخل باش تشوفوا كيفاش جات، يعني من برا هذا هو الشكل ديالها، ومن الداخل كما كتشوفوا هي دايره بحال هكا. يعني انا ما يعني الصراحه ما غرقتهاش بزاف، يعني السمك ديالها ما كبرتوش. علاش؟ لان الاغراض اللي عندي قلال، لهذا انا كنصح اللي بغات ديرها هكا في الحيط وعندها الاغراض كثيره، يعني المكياج كثير ولا شي حاجه، يعني داك السمك ديال الغرق ديال لاكوافوز ديروا عريض. انا دايره فيها تقريبا 10 سنتيم، تقدروا ديروا فيها حتى 15 سنتيم، يعني على حسب الرغبه ديالكم. لهذا انا مجرد فكره بالنسبه للاخت، انا كان هذا الفيديو كنوجهه لواحد الاخت هي اللي حطت لي الفكره اصلا في راسي، لان قالت لي واش ممكن ديري لنا شي كوافوز اللي ما تشدش يعني المكان. لهذا انا فكرت ودرت لكم هاد الكوافوز، يعني كما كتشوفوها راه مزيانه صراحه. انا كنت محتاجها لان ما الاغراض اللي عندي كما كتشوفوا قلال، يعني ماشي كتار بزاف، لهذا كنت محتاجه ضروري شي حاجه اللي تجمع لي الاغراض ديالي وما تشد ليش لي سباس. يعني باش ندير كوافوز كبيره محطوطه في الارض وتشد لي المكان في البيت ديال النعاس على والو. لهذا هذه راه براتيك. نتمنى تكون عجبتكم هذه الفكره هذه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. بسلام عليكم، ما تنساوش اللايكات والمشاركات. بسلامه.